السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخيل بخيل بخيل، قيل من يا رسول الله؟ قال من يسمع اسمي ولم يصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وقدمت قناة المزرعة، والفيديو خاص بقناة المزرعة مش بخاص حد تاني، اللي عايز يتفرج ويستفيد تحت أمركم. النهاردة استقبال الغنم الجديد أو البديان الجديدة اللي جايبينها. هنشرح لحضراتكم احنا هنعمل ايه بالظبط. ده تبن، احنا عندنا في مطروح التبن ده تبن شعير، تمام؟ دي شكاره، ودول 10 كيلو قمح. في ناس بتقول عليه غله، ما اختلفناش. جايبين لكم بقى مفاجاه مش من العيار التقيل، القنبله اصغر مربي اغنام على مستوى الجمهوريه. اصغر مربي اغنام على مستوى الجمهوريه ده ابنه. تعال سين، احنا ايه الضربات اللي قدامنا دي؟ هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي دولت كام؟ دولت 10 كيلو غله، تمام. هنحطهم على اشكال الطن نص ايه؟ تمام تبن، تمام. ليه؟ عشان احنا لو اديناهم نفضل غله بس. غله الاول، نفضل غله، نفضل احنا ادينا اشكال، هنفضل 10 كيلو غله اهو. بسم الله، وهنعمل كده الغله، تمام. لا ثواني كده، هات الشكاره الثانيه من غير التبن. احنا التبن عندنا بيتباع بالشكاره كده يا جماعه، يعني انت قدر الكميه، ماشي؟ يعني انتوا قدروا الكميه. هات نص الشكاره الثانيه كده يا سيدي. نكمل بقى في عم ياسين، تمام. احنا دلوقتي هنخلطهم، تمام. هنخلطه ازاي يا جماعه؟ هنخلطه كده، هنقطع قطع كده اهو 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 اهو، ماشي. بنطول القمح جوه التبن بس عشان الحفره، تمام. وبعد ما اعمل كده هروح مرجع تاني، ماشي، بس عشان ما بهدلش الدنيا والكاميرا. لو بنحط ليه القمح على التبن ده يا ياسين؟ بنحطه عشان احنا لو اديناهم قمح بس هما هيتباشوا انهم بيموتوا، بطنهم هتتنفع، تمام، هيموتوا، تمام. فاحنا هندرجوا لهم كل عشكرتين ونص دول كل يوم ايه؟ هيزيدوا 5 كيلو غله، تمام. عشان لو احنا عشان دولت عشان بطنهم تتنفع. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخيل بخيل، قال من يا رسول الله؟ قال من يسمع اسمه اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الاعلى الى يوم الدين. عند جميع الفيديوهات عند مطروح خاصه بقناه المزرعه، تمام. بصوا بقى الجديان جعان ازاي، ده شوال تبنه اللي احنا حاطينه عليه قبل، تمام. بسم الله، ماشي. انا حطيت شويه بس ايه، ببعدهم بعيد عني عشان اعرف اشتغل في النص الثاني. صلى على محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اكبر، ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هات ياسين كده من بره. الشهية مفتوحة، بص على الحاب اللي عندي وشوف شهيتهم ايه. الشهية الله أكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. الشهية مفتوحة، حياتكم عندي. لو اهل اسوان عايزين يشتروهم، لو شافوهم هيشتروه، انا عارف ان شاري منهم، وان شاء الله مش هتباع غير في اسوان، لاهل اسوان. ولو مش هكسب من اهل اسوان، بس عشان يعرفوا اللي بيكلف بيلاقي قد الله اكبر ضبط في المعرف عشان ياكل. تبني بس تبني شهرتين، تبني عليهم 10 كيلو قمح بس. امال الجماعه دول احط لهم قمح هيعملوا معانا ايه؟ 50 جنيه دول يا اخوانا هنا في مطروح
كيلو القمح بستة ونص، الشكارة 40 كيلو في 50 كيلو، وياكلوا بلتين دريس بسبعين جنيه. احسبوا بقى ستة ونص في 40، قولوا ستة في 40 أربعة، ستة في 24 240 جنيه، وسبعين 310، وخدمتي مش عايزها، بس على 50 راس، 51 راس هيكسبهم بأمر الله. لو ما كسبناش فلوس هنصلي اللي يرد علينا، هنكسب اللي هيترد علينا، ان هرد في تعليقات لقناه المزرعه ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحلقات الجايه 70 كح جدي او 51 جدي هياخدوا 51 كيلو كل يوم، تمام؟ بس انت بتقول مربي وانا ليا طريقتي الخاصه. امال فين الجدي بتاعك؟ الجدي بتاعي رولو. رولو كده شغال. ده جدي ياسين، اسحب ده كده. دول جديين ياسين، في واحد تاني جوه بس الشارع مش عارفين نمسكه. ده جدي ياسين. جدي ها؟ ده باني. افتح يا ابني، ده باني. ماشي؟ بصوا بجدي، الناس اللي بتطلع على القنوات وبتخبط على كتف الجدي. انا عندي مفيش خبطه، انا عندي في طبله. اسمع اسمع، انا عندي طبله، ده قمح بس، ده قمح بس. ده الناس بتتفرج عليه. بص بقى ظهره، بص هنا ظهره فين، بص ظهره فين، بص هنا مش راح في الظهر كده. شفت ايدي؟ ده لحم اهو، اللي يطلع لي عظم فين العظم. اهدى يا ابني، عيب عيب يا حبيبي. اهو بص، بص الرجل الورك، بص الكتف، شايفين؟ ودوت اخوها اهو. خليكم فاكرين هجيب لكم واحد من اللي احنا جايبينهم، عشان الفيديو ده ان شاء الله بعد شهر هفكركم بيه. ماشي؟ دخل يا سيدي. بص يا جماعه، ده جدي من اللي انا لسه شاريه. بص بقى الفرق، ايدي فين؟ شايفين ايدي؟ عظم اهو، عظم اهو، اهو باين، اهو اهو باين عظمه، اهو باينه. ماشي؟ بصوا الفرق ده يا جماعه قد ايه؟ ماشي؟ بصوا الكتف قد ايه؟ ماشي؟ فاكرين الجدي ده؟ اه انا هعلمه النهارده وهصوره لكم تاني. ده هفرجكم عليه بعد شهر. بصوا ده يا جماعه. فاضي يا جماعه، سامعين؟ فرق الطبله، طبله، بصوا سامعين؟ فاضي. خطة خليته الكح. بص بقى ورا، صعبان عليه اخبط عليه والله. والله صعبان عليه اخبط عليه. شايفين؟ بصوا. ده الورك من فوق بالبلدي كده اللي ايه؟ لسه مبتدئ، ده الورك. نسيت اوريك الورك بقى في التاني. ماشي؟ وكل يوم لينا الجديد. هتعمل معاه ايه ده؟ ده هنعمله زي ما احنا قلنا، ندرجوه وبعدين نديله علف. هيجي منه ده ولا مش هيجي منه؟ هيجي منه. يا راجل. والله. هنعمل لكم فيديو تاني واحنا بنحط لهم الاكل، البهايم دي جعانه. هنحط لهم دلوقتي حالا الاكل. بص الاشكال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخيل بخيل بخيل، قال من يا رسول الله؟ قيل من لم من يسمع اسمي ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. جميع فيديوهاتنا من مرسى مطروح خاصه بقناه المزرعه. كل الحق للناس تتفرج وتستفيد، مش من حق اي حد. ابعت الفيديوهات للناس وانشر الفيديوهات للناس. لوجو قناة المزرعة معانا، وان شاء الله هنكبر مع قناة المزرعة بفضل الله كلنا علينا احنا وقناة المزرعة. بصوا الشهية، بصوا الشهية، دول جايين امبارح، وامبارح ما لحقتش اصور معلش، جاي تعبان والمؤاخذة الباين تعبانة. بصوا الشهية يا جماعة، بصوا شهية البهايم، بصوا شهية البهايم، الشهية مفتوحة. معنى كلمة إن الشهية مفتوحة يعني الغنمة أو الجدي أو المعزة أو الخروف أو الحولي أو الحلية مش تعبانة، تمام؟ بص بقى، في حاجة، أخويا الأصغر مني، ده أخويا الأصغر مني، ده أحمد أخويا الصغير، ودي عروستنا الصغيرة، دي أمة الله، أحمد محمد علي أبو قوطة. بص بقى إحنا بنعمل إيه. بسم الله تبارك الله. دول 12 جدي جايبهم لنا ليه هي هنا يا حاج باسم؟
جابهم هنا عشان دول اضعف 12 جدي في الواحد وخمسين جدي، مش هياكلوا عيش مع دول، فبنجيبهم في اوضه عزل وبياكلوا لوحدهم، هاديين وممتازين وعشرة على عشرة وبيلعبوا، كله بياكل. اللي واقف هناك ده الصبح اهو شايفينه، نقرب الصوره شويه، ده كان الصبح نريح مع الكبار، دخلناه هنا طبعا احنا متابعين كويس. ده النهارده انا فاضل كده يتركن على جنب، الصبح الدكتور يشوف فيه ايه. واللي واقف هناك ده بيشتر اهو، مش عارف باين في الصوره ولا لا. وده هو كان بره لسه مدخلينه عشان لقيته حجمه شويه، حجمه صغير شويه، دخلته عشان يعرف ياكل. الغرفه الثالثه بسم الله، دول جديان ياسين ابني، والجدي الثالث طلع، فضل لمؤاخذه يخبط في الحيطه، طلعت بره سكت، سبته عشان ما يكسرش الدنيا. ودول الجديين طبعا دول هيطلعوا مع دول بس بعد 15 20 يوم، انا مش عايز دول، خايف على دول من دول لا. وبرضك خايف ليه؟ في علاج بياخدوه دول واخدينه، اللي محبوسين الاثنين دول واخدينه، ودول اللي بره لسه ما خدوهوش. تمام، بياخدوا ابره، الابره دي هجيب لكم اسمها، دي ضد حمى الصرع.